مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من أخبار المحافظات المختلفة، ونبدأها اليوم من محافظة الإسماعيلية. وهناك عقد اللواء محمد عيد مدير الأمن لقاء موسعا مع شيوخ وعواقل البدو بالإسماعيلية للوقوف على أهم مشكلاتهم والتعاون لضمان استقرار الأمن بالمحافظة وإعادة الأمن للشارع الإسماعيلي. في موضوع آخر، وصل الألاف من العاملين بشركة MG للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة في الإسماعيلية، وصلوا إضرابهم المفتوح عن العمل احتجاجا على رفض إدارة المصنع إقرار الزيادة السنوية لهم وصرف قيم الأرباح الخاصة بهم. معنا الصحفي يسري محمد. يسري، كيف جرى لقاء اللواء محمد عيد بشيوخ وعواقل البدو؟ نعم، بالفعل اللقاء تم في جو ثالث روح التعاون، وتأكيد على أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الجانبين من اجل اعاده الانضباط والامن في الشارع الاسماعيلي، وايضا من اجل الوقوف ضد العناصر الارهابيه والقطره حسب تاكيدات مشايخ وعواقل البدو. ايضا المشايخ اكدوا في لقائهم باللواء احمد عيد مدير الامن بانهم سيقفون او سيكونون قبل الشرطه وليس وراءها حتى يتم تدعيم جميع الاجواء الامنيه داخل محافظه الاسماعيليه، خاصه بان المحافظه او نحو 60% منها مناطق يسكنها بدو، وايضا عدد من الاعراب. حسب ايضا المشايخ فانه سيتم تقديم اي عناصر فاسده ربما تتواجد في هذه القبائل، وانه سيتم ايضا الابلاغ عن اي افراد غرباء ربما يتواجدون للقيام باي اعمال تخل بالامن القومي المصري. ايضا مدير امن الاسماعيليه اكد خلال اللقاء بان البدو ليسوا خارجين عن القانون، وان من يقومون بفعل بعض الامور هي هم قلة من البدو وليس البدو، أن عدد كبير بدأ في التستر في الملابس البدوية من أجل إخفاء جرائمه. أيضا أكد اللواء محمد عيد على ضرورة أن يتم خلال الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين الجانبين من أجل إعادة الأمن والانضباط للشارع الإسماعيلي. أيضا البدو طالبوا مدير الأمن بضرورة أن تتم تحسين معاملتهم عند دخولهم أقسام ومراكز الشرطة المختلفة، وأن يتم معاملة البدوي مثله كمثل أي فرد مصري آخر. نعم يسري، دعنا نتحدث عن أزمة العاملين بمصنع MG. ما الجديد؟ نعم، هذه الأزمة هي بدأت تقريبا قبل حوالي 7 أيام، ولكن اليوم العمال صعدوا من احتجاجاتهم، خاصة بعد قيام إدارة المصنع بتعليق منشور بالأمس أكدت فيه بأنه سيتم احتساب أيام الإضراب أو سيتم خصم أيام الإضراب كاملة على نفقاتهم الخاصة، وأيضا بأنه سيتم تحميلهم نفقات الحافلات التي حضرت لنقلهم إلى الشركة، ولكن الإنتاج متوقف بشكل عام. العمال يؤكدون بأن لهم مطالب مشروعة بضرورة إقرار الزيادة الدورية السنوية تقدر بنحو 15%. العمال يؤكدون أيضا بأن اللواء جمال إمبادي محافظ الإسماعيلية طلب منهم الانتظام في العمل، ولكنهم فوجئوا بقرارات إدارة الشركة، وأن المحافظ لم يتدخل حتى الآن، وأن لا يوجد أي مسؤول من مسؤولي القوى العاملة بالمحافظة الإسماعيلية قد حضر إليهم لأجل إنهاء هذه الأزمة التي تدخل يومها السابع. يسري محمد الصحفي، أشكرك جزيل الشكر. في محافظة جنوب سيناء، قام المحافظ اللواء خالد فودة بزيارة تفقدية مفاجئة لساحة انتظار النقل الثقيل بمدينة طور سيناء والمغلقة منذ عامين، وطلب المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة اللواء أحمد فوزي سكرتير عام المحافظة لسرعة تشغيل هذه الساحة. في شأن آخر، أكد المحافظ أن وزير التعليم العالي وافق على فتح فصول لكلية تربية تابعة لجامعة قناة السويس بالمحافظة ابتداء من أكتوبر المقبل لتكون نواة لإنشاء باقي الكليات لأبناء المحافظة. معنا الصحفي حمادة الشواتفي. حمادة، ما مدى أهمية هذه الساحة، ساحة انتظار النقل الثقيل، بالنسبة لمدينة طور سيناء؟ ضحى، هذه الساحة تم إنشاؤها منذ عامين تقريبا بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه تقريبا، وكان الهدف منها هو إنشاء ساحة لسيارات النقل الثقيل التي تتواجد في مدينة طور سيناء، والتي تتسبب في الوقوع من الحوادث بالذات في الليل، خاصة أن محافظة جنوب سيناء تطبق القرار الذي ينص على أن ممنوع سير سيارات النقل الثقيل بداية من 6 مساء وحتى 6 من صباح اليوم. فهذه الساحة كانت مخصصة
هذه البرادات والشاحنات الكبرى وسيارات النقل الكبيرة حتى يتم المبيت فيها. لكن هذه الساحة حتى الآن غير مستغلة. المهندس حجازي مدير عام لجنة المواقف ومدير التخطيط والمتابعة قام بزيارة مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لهذه الساحة، واقترح على المحافظ إنشاء محطة وقود لأول مرة مخصصة لسيارات الأجرة في هذه المنطقة، على أن يتم تمويل سيارات الأجرة فقط من هذه المحطة من محطة الوقود، إلى جانب تشغيل هذه الساحة عن طريق تشغيل بعض المحلات التجارية وبعض المنشآت الموجودة بها، لتوفر ما يقرب من 200 فرصة عمل بشكل مباشر، إلى جانب أنها ستحل أزمة سيارات النقل الثقيلة التي تتواجد في مدينة طول سيناء ليلا، بالإضافة إلى توفير الوقود لسيارات الأجرة التي تعاني من أزمة في الوقود، خاصة أن هناك طوابير بالمئات على محطات الوقود في محافظة جنوب سيناء. أما فيما يخص قرار وزير التعليم العالي بفتح فصول دراسية لكليات التربية في جنوب سيناء، فبالفعل المحافظ أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر أنه بالفعل وزير التعليم العالي قد وافق على فتح فصول دراسية تابعة لكلية التربية جامعة قناة السويس بمحافظة جنوب سيناء لأول مرة لخدمة أبناء المحافظة، تمهيدا لإنشاء نواة أو لتكون نواة لإنشاء جامعة في المستقبل لتنمية سيناء. وهذه هي أولى الخطوات كما أكد المحافظ على طريق التنمية الحقيقية لمحافظة جنوب سيناء، وأضاف أنه سيتم افتتاح الكلية أو البدء الدراسة بها في أكتوبر المقبل، وسيتم فتح الفصول الدراسية لكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات. نعم حمادة أشاد في الصحفي، أشكرك جزيل الشكر. في محافظة البحر الأحمر تفقد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشؤون البيئة المحميات والمحميات الطبيعية في وادي الجمال بمدينة مرسى علم جنوب المحافظة. وفي شأن آخر أكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها الأمنية التي تستهدف ضبط الخارجين عن القانون في المجالات المختلفة من المرور والإشغالات والباعة الجائلين. في البحر الأحمر أيضا رفعت سلطات الحجر البيطري بميناء سفاجة البحري حالة الطوارئ، حيث يستعد الميناء لاستقبال وفحص شحنة جديدة من العجول السودانية. معنا الصحفي كمال رشاد، ما هي نتائج الزيارة التي قام بها وزير البيئة؟ أهم ما جاء في هذه الجولة أن الوزير أعطى تعليماته لمسؤولي المحميات الطبيعية بالمدينة أقصد مرسى علم بسرعة انتهاء الإجراءات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة محمية وادي الجمال بما يتوافق مع الضوابط البيئية، كما أمر الوزير بضرورة وضع خطة زمنية لتطوير المحمية خلال 5 سنوات قادمة، وقال أنها لا بد أن تتضمن إعادة تأهيل وصيانة مركز الزوار وتركيب وصيانة الشمندرات، بالإضافة إلى صيانة 200 كيلو متر مدقات طرق وهي التي يمر عليها السائحين حتى يصلوا إلى تلك المناطق وخاصة مناطق حنكروب، وأيضا وطلب وضع علامات إرشادية ونقاط لرفع قدرات المجتمع المحلي هناك في والذي أهل البدو الذين يشتغلون في الصناعات اليدوية حتى يتم تسويقها للسياح الزائرين. نعم، ماذا أيضا كمال عن النتائج، عن نتائج الحملة الأمنية التي تشهدها المحافظة؟ في الحقيقة ما زالت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تواصل حملاتها على جميع مداخل ومخارج المدينة، وهي الحملات التي يقودها اللواء محافظ البحر الأحمر أيضا مدير الأمن. أسفرت هذه الحملات اليوم وشارك فيها ضباط مباحث التأمين والمرافق وأقسام التعديات بضبط العديد من المسجلين الخطرين، أيضا تحرير مخالفات مرورية والقبض على 70 متسولا، وأيضا إيقاف 250 مشتبه فيهم، وتبين من بينهم أنه من بينهم أن يوجد 35 من حكم عليهم بالأحكام وكانوا هاربين. أيضا تمكن الرائد أحمد لشير رئيس مباحث قسم ثاني الغردقة والنقباء محمد خشبة وعبد الكريم مهاب من ضبط أحد المواطنين وحوزته كمية كبيرة من المخدرات، ولكن الأهم وهو الخبر أن أفراد كمين البيضاء بالقصير فوجئوا بأن أحد المواطنين المحتجز بالكمين والذي ضبط بحوزته كمية من المخدر يشنق نفسه، مات بعد أن شنق نفسه بجلباب كبير، والآن الأجهزة الأمنية تجري التحقيقات وأيضا النيابة العامة تباشرها.
أشكرك شكرا جزيلا كمال رشاد الصحفي، أشكرك جزيل الشكر. إلى محافظة دمياط، تظاهر صباح اليوم العشرات من العاملين وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات أمام مقر وزارة النقل، واحتج المتظاهرون على ما وصفوه بتجاهل الحكومة لتطوير الشركة وتعميق الغاطس الخاص بها وعدم الإضرار بالشركة التي تعد من مصادر الدخل والاقتصاد القومي. معنا الصحفي عماد الشاذلي. عماد، ما هي مطالب العمال بالتحديد؟ عماد، عماد هل تسمعني بوضوح؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال. نذهب مشاهدينا إلى محافظة الإسكندرية، حيث نظم العشرات من أهالي مساكن قرية عبد القادر غرب المحافظة وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مبنى مرفق المياه، احتجاجا على انقطاع المياه لأكثر من أسبوع عن منطقتهم. واشتكى الأهالي من عدم اهتمام المسؤولين واضطرارهم إلى تقديم بلاغ في قسم الشرطة للمطالبة بمحاسبة المتسببين في تعريض حياتهم للخطر بسبب انقطاع المياه. ومعنا الصحفي أحمد علي. أحمد، كيف جرت هذه المظاهرة وما هي أسباب انقطاع المياه في المنطقة أصلا؟ اليوم تظاهر العشرات من أهالي العمرية وتحديدا المتواجدين في غرب الأسكندرية للتنديد بانقطاع المياه الشرب عن مساكنهم لأكثر من 5 أيام، وفي أحيان كثيرة لأكثر من أسبوع، يعني في وقت عدد من الأهالي أكثر من أسبوع دون أدنى اهتمام من المسؤولين بالمحافظة على انقطاع المياه. الأهالي أكدوا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي ولكن لم يهتم أحد بهذه الشكاوي، الأمر الذي اضطرهم إلى شراء المياه أو استعمال في بعض الأحيان مياه الترع والمصارف التي تسببت للعديد منهم بالأمراض كما ذكر العديد من الأهالي. أيضا اليوم أيضا تجمع الأهالي أمام مرفق المياه بوسط الأسكندرية للتأكيد على شكواهم، ولكن لم يجدوا أحد يستمع إليهم بالمرة، واضطر عدد كبير منهم إلى تقديم بلاغات في أقسام الشرطة، والأمر مرشح للتصاعد خلال الفترة أو الساعات المقبلة، خاصة عدد منهم حدد بتصعيد وقفتهم الاحتجاجية والاعتصام أمام مرفق لفترة أطول. نعم، الصحفي أحمد علي، أشكرك جزيل الشكر. في محافظة المنوفية، تظاهر صباح اليوم المئات من عمال شركة أثخنة النخلة في مدينة شبين الكوم أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على فصل 550 موظف من العاملين بالشركة وعدم صرف الزيادة السنوية على المرتبات. وقدم العمال إلى المحافظة لائحة بمطالبهم. في موضوع آخر، أعلن المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية أنه سيتم تعميم نظام البصمة الإلكترونية على الموظفين بجميع قطاعات المحافظة حفاظا على ضبط سير العمل. معنا الصحفي محمود الحصري. محمود، ما الذي دفع شركة أدخنة النخلة بشبين الكوم لفصل 550 موظف مرة واحدة؟ نعم، العمال أكدوا أنه فصل تعسفي وبدون إبداء أسباب. معظم العاملين هم عمالة مؤقتة. المئات من العمال صباح اليوم حاصروا ديوان عام المحافظة مطالبة من قبل المستشار أشرف هلال لعرض مطالبهم والضغط على الشركة لحلها. الاحتجاج جاء على فصل 550 موظف وعامل من شركة أدخنة النخلة بشبين الكوم، وكذلك المطالبة بصرف الزيادة السنوية. العمال وفد من العمال قابل المستشار أشرف هلال وعرضوا قائمة المطالب، منها تعديل المرتبات مع مراعاة مدى الخدمة بالشركة بين العامل القديم والحديث،
وكذلك المساواة بين الراتب الأساسي والتأمينات وطقس الأرباح السنوية اللي عاملين بالشركة وعدم ربط الأرباح بالغياب وكذلك إنشاء نقابة بالعاملين بالمنطقة الحرة الانتخاب. نعم نستمع، دعنا نستمع إلى هذه الهتافات من العمال ثم أعود وأستكمل معك الحديث. محمود أعود إليك مرة أخرى، وتصريح المحافظ أشرف هلال محافظ المنوفية أنه سيتم تعميم نظام البصمة الإلكترونية، ما أهمية هذا النظام وكيف ويعني قد إيه هيتكلف؟ لم تعلن عن تكلفة المشروع، لكن في بعض المصالح وديوان عام المحافظة تم تطبيق نظام البصمة الإلكترونية. المستشار أشرف هلال أكد أنه تطبيق البصمة لضمان ضبط إيقاع العمل والالتزام بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف، وأعلن أنه سيتم تعميم البصمة الإلكترونية على جميع قطاعات المحافظة حفاظا على هذه على سير العمل والانضباط به. نعم محمود الحصري الصحفي أشكرك جزيل الشكر. في محافظة قنا وصل عمال شركة مصر للألمنيوم احتجاجاتهم لليوم الثاني على ما يصفونه بسوء أداء مجلس الإدارة وخسائر الشركة، وطلب المحتجون بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكدين أن الخسائر التي تكبدتها الشركة في حريق مصنع البلوكات تقدر بنحو 165 مليون جنيه وليس 25 مليون كما ذكرت لجنة حصر التلفيات للنيابة العامة. في شأن آخر، شنت قوات الأمن فجر اليوم حملة أمنية موسعة لإزالة إشغالات الطرق بمركز ومدينة قوس، مؤكدة أن الحملة ستستمر عدة أيام لحين الانتهاء تماما من وجود إشغالات الطرق. معنا الصحفية هيام الوكيل. هيام، ما هي أسباب الاحتجاج بين عمال شركة مصر للألومنيوم؟ نعم زميلة ضحى، كما تعلمي أن الحريق الذي اندلع بمصنع البلوكات بشركة مصر للألومنيوم كان هناك لجنة تم تخصيصها لخصر التلفيات، أكدت في تقريرها الذي وصل إلى النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد رافض وكيل النيابة الذي بدأ التحقيقات في هذا الموضوع، هو 25 مليون جنيه أو 24 مليون جنيه. يعني هم أكدوا أن هذا المبلغ مخالف تماما للحقيقة، وأن اللجنة تم تشكيلها من داخل المصنع من قبل مهندسين وعمال، ولكن هناك أيضا تأكيدات من قبل العمال أن المبلغ الحقيقي يزيد عن 165 مليون جنيه، نظرا لأن المبنى مكون من 7 طوابق، هناك معدات تكلف الكثير داخل المصنع تم تلفها بالكامل ما يقارب من 90% أو ما يزيد كان هو تلف المصنع، وبالتالي أن الخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب هذا الحريق كانت كبيرة للغاية وليس كما ذكر التقرير. هم طلبوا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من خارج المصنع، وأن يكون هناك أيضا لجنة لحصر التلفيات مرة أخرى وتقديم تقرير حقيقي للنيابة العامة للتحقيق مرة أخرى في هذا. أيضا أكدوا على أن هناك 10 من العمال لم يتواجدوا بأماكنهم أثناء اندلاع الحريق، الذين أكدوا أنه نتيجة ماس كهربائي. هم أكدوا أن هذا نتيجة إهمال، لأن هناك 10 عمال كان يجب تواجدهم داخل المصنع قبل اندلاع الحريق، والحريق استمر أكثر من 4 ساعات. هذا أيضا يعني ما أكدوه في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر، وبالفعل عندما انتقلت الكاميرا لتصوير المبنى وجدنا أنه محترق بالكامل، ولكن لا نستطيع نحن أن نجزم بأن التصريحات التي صدرت سواء كانت من اللجنة التي قامت بحصر التلفيات أو ما يقوله العمال هذا هو صحيح أو غير ذلك، ولكن نحن نؤكد أنهم يطالبون بتشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق حول هذه الواقعة. هناك أيضا اجتماع كان بينهم وبين نائب الشورى عز الدين الكومي
ممثل الحريه والعداله الذي اكد لهم انه سيقدم طلبا يوم الاثنين المقبل لمناقشه ملف كامل خاص بفساد شركة مصر للألمونيوم وفساد مجلس الإدارة على حد وصفهم. طلبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة ومحاسبة الفاسدين بالمصنع والذين تسببوا في الخسائر التي تكبدتها الشركة. نعم هيام، دعينا ننتقل إلى آخر التطورات بالنسبة لحملة إزالة الإشغالات التي تقوم بها المحافظة. نعم زميلة ضحى، يعني مركز ومدينة قوس يعد هذا المركز كان من أكثر المراكز التي تعاني من انتشار الإشغالات الطرق والباعة الجائلين، كانت تسيطر بشكل كبير على الميادين العامة. قام اللواء عادل لبيب في الأسبوع المنصرم بجولة تفقدية للميادين لحصر الأماكن التي ستقوم بها قوات الأمن لإزالة الإشغالات، ولكن كان هناك شيء لافت للنظر وهو أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بعمل ترخيص من مجلس المدينة وخصص لهم أماكن معينة لا تكون خاصة بإشغالات الطرق، ولكن تم إزالتها اليوم مع إشغالات الطرق. طلبوا بتوفير أماكن لهم. كان هناك سؤال مطروح منهم إذا كان هناك إشغال للطريق فلماذا صرح مجلس المدينة لهم أو سمح لهم بترخيص منذ قبل. أكد اللواء عادل لبيب الذي قاد الحملة اليوم أن الحملة ستستمر خلال أيام قادمة لحين الانتهاء تماما من إشغالات الطرق. انتقلت الجزيرة المباشرة من مصر منذ قبل لتصوير المكان الذي كان مليء بالإشغالات، ونحن الآن صورنا أيضا وقمنا بتصوير الطرق والأماكن التي قاموا بإزالة الإشغالات بها، وسنتابع ونفاكي بما هو جديد. أزميلة ضحى، أشكرك شكرا جزيلا الصحفية هيام الوكيل، أشكرك جزيل الشكر. ننتقل مشاهدينا إلى محافظة أسيوط، وهناك أعلن المئات من العاملين بشركة أسيوط لتكرير البترول دخولهم في اعتصام عن العمل احتجاجا على تفاوت الأرباح والبدلات بينهم وبين العاملين بالهيئة العامة للبترول. في شأن مماثل، نظم العشرات من العاملين بمصنع سيل للأدوية مظاهرة أمام ديوان المحافظة احتجاجا على ما يصفونه بإهمال المصنع وإغلاق معظم أقسامه وتسريح العمالة الموجودة به. وقال المتظاهرون إن ذلك تسبب في ضعف إنتاج المصنع على الرغم من أنه مصنع الدواء الوحيد في صعيد مصر. معنا الصحفي يونس درويش. يونس، نبدأ باعتصام العاملين في شركة أسيوط لتكرير البترول، وما هي آخر تطوراته؟ نعم زميلة ضحى، ما زال العاملون بشركة أسيوط لتكرير البترول معتصمين أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة، وذلك للمطالبة بمساواتهم في المرتبات والحوافز للعاملين بالهيئة العامة للبترول، حيث أكد العاملين المتظاهرين أن شركة تكرير البترول أسيوط والهيئة العامة للبترول تكيل بمكيالين، وهناك انتشار للمحسوبيات والوساطة داخل الشركة، الأمر الذي دعاهم أن ينظموا ويدخلوا في إضراب مسوع عن العمل حتى تتحقق مطالبهم. وأكدوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى المسؤولين بشركة تكرير البترول أسيوط لمساواتهم في المرتبات والحوافز، إلا أنه لم يستجيب لهم أحد، الأمر الذي دعاهم أن يدخلوا في إضراب مسوع عن العمل حتى تتحقق مطالبهم. دعنا نتحدث أيضا عن احتجاجات العاملين بمصنع سيد للأدوية. العاملون بمصنع سيد للأدوية، وهذا المصنع الذي يخدم محافظات الصعيد لإنتاج الأدوية، تظاهروا اليوم، دخلوا اليوم في مظاهرة أمام ديوان عام محافظة أسيوط لمطالبة اللواء السيد المرعي محافظ أسيوط التدخل وإعادة تشغيل الأقسام التي توقفت في المصنع. واتهم العاملون بالمصنع المسؤولين بمصنع سيد للأدوية ووزارة الصحة بوقف هذه الأقسام، وذلك في محاولة لتصفية العمل بمصنع بهذا المصنع وتشريد العمالة المتواجدة بالمصنع، الأمر الذي دعاهم يتظاهرون اليوم أمام مبنى ديوان عام المحافظة. وقرر لواء السيد البرعي محافظ أسيوط تشكيل لجنة رئاسة المهندس جمال آدم كثير عام مساعد المحافظة وعدد من العاملين ومخاطبة رئيس مجلس الإدارة في القاهرة وممثل وكيل وزارة الصحة في أسيوط، وذلك للتدخل لحل هذه المشكلة. نعم الصحفي يونس درويش، أشكرك جزيل الشكر. نذهب إلى محافظة بني سويف، حيث تظاهر العشرات من أصحاب المؤهلات العليا أمام ديوان المحافظة
رفضا للعمل في مشروع القمامة الذي تم تعيينهم به منذ عدة أشهر. وقال المتظاهرون إن عقود عملهم بالمشروع كانت كإداريين، ولكنهم بعد استلامهم للعمل فوجئوا بأن العقد يتضمن قيامهم بجمع القمامة من الشوارع، وهو ما رفضوه. معنا الصحفي محمد خلف. محمد، ما هي حقيقة تلك القضية، وهل فعلا هناك اختلاف بين العقد وطبيعة العمل؟ نعم، كانوا هم يتظاهرون من قبل، منذ فترة طويلة، منذ حوالي 4 أشهر أمام المحافظة، يرغبون في الحصول على عمل ما. اجتمع بهم المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف، وطلبوا منهم أن يقبلوا عملا، أو أن العمل المتاح أمامهم هو في مشروع النظافة. للأسف هم جميعهم من حملة المؤهلات العليا. هم ظنوا أن العمل سوف يكون عملا إداريا، لكنهم حين وقعوا عقود العمل مع مشروع النظافة فوجئوا ان هذا العمل هو عمل نظافه في الشوارع. يعني بس ايه اللي موجود في العقد؟ ايه اللي موجود في العقد؟ العقد موجود فيه اداري بمشروع النظافه. اداري. العمل نعم. لكنهم فوجئوا انهم يطلب منهم ان يعملوا بالنظافه في الشوارع. طيب، هل المحافظه اصدرت اي تعليقات على القضيه؟ نعم، اجتمع بهم المهندس المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف اليوم، وقال لهم ان هم تظاهروا من الاساس نظرا لزياره وزير البيئه للمحافظه. هم ارادوا ان يصعدوا الامر وان يعرضوا الامر على وزير البيئه لينظر في هذه الشكوى. محافظ بني سويف سبق الاحداث قبل مجيء وزير البيئه واجتمع بهم، وقال لهم انه سوف يحل هذه المشكله خلال الايام القادمه، وطلب مقابله 4 منهم لحل هذه المشكله عقب زياره الوزير. هم ايضا حاولوا التعرض لسياره وزير البيئه اثناء خروجهم من المحافظه لعرض مطلبهم، ومنعوا خروج السيارة لأكثر من مرة، لكنهم حصلوا على وعد من محافظة بني سويف المستشار ماهر بيبرس أنه عقب انتهاء الزيارة سوف يجتمع بهم ويحل هذه المشكلة. ننتظر غدا إن شاء الله أن يتم حل هذه المشكلة من خلال لقائهم مع المحافظة. نعم، الصحفي محمد خلف، أشكرك جزيل الشكر. ننتقل إلى محافظة أسوان، حيث قرر المحافظ إحالة ملف الصندل النهري 308 إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في ملابسات ما ورد من أخبار لم تراعي الدقة عن تسرب مواد خطيرة إلى بحيرة ناصر، وهو ما تسبب في إثارة البلبلة. في شأن آخر، وصل العشرات من مزارعي قرى التوطيم على بحيرة ناصر إغلاق مبنى العون الغذائي في منطقة كورنيش النيل بأسوان لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على عدم صرف التعويضات المقررة لهم عن خسائرهم جراء انقطاع مياه الري عن أراضيهم. في موضوع ثالث، بدأت مديرية أمن أسوان بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة في حملة لإزالة التعديات في مشروع وادي النقرة، وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من قوات الأمن. معنا الصحفي علي توفيق. علي، حدثنا عن قضية الصندل النهري وآخر التطورات. نعم، اليوم قرر تشكيل لجنة فنية في الأمن العام لفحص هذا الصندل، وبالفعل قامت اللجنه بفحص هذا الصندل، وتبين ان حموض تصنف 200 طن من الشحنات لصفر الاسفلت، وحتى الشحنات ما تردد هذا كما تردد وسائل الاعلام. هذه الشحنه تبين ان لها احتياج تصويري ومسموح تصديرها عبر الوجه الماء لصفر الناصر في علي، اعتذر لك على المقاطعه، ولكن يبدو اننا لدينا مشكله في الصوت. اشكرك جزيل الشكر. إذا مشاهدينا، نأتي إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المحافظات. أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.